نبدأ بالأخبار العاجلة التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن عن انفجار مسيرة في عرى بالجليل الغربي. ضعنا في آخر التفاصيل. يعني بالفعل الحديث يدور عن مسيرة انفجرت في منطقة يعرى، وهناك إصابات بحسب الأنباء الأولية. ليس واضحا حتى هذه اللحظة طبيعة هذه الإصابات وعددها وإن كانت إصابات خطيرة أم لا، ولكن هذا ثاني هجوم يحدث منذ صباح هذا اليوم يوقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد الهجوم الذي كان بالصواريخ المضادة للدروع نحو إصبع الجليل وأدى إلى إصابة 8 جنود، من بينهم 2 أصيبا بجراح وصفت بما بين المتوسطة والخطيرة. أيضا القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن انفجار مسيرتين مفخختين قبل حوالي ساعة من الآن في منطقة بيت هلل، وهي إحدى المناطق الواقعة في إصبع الجليل، دون تفعيل صافرات الإنذار ودون وقوع إصابات. إذا نتحدث عن 3 عمليات حتى هذه اللحظة منذ صباح هذا اليوم. بدأ حزب الله بإطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو إصبع الجليل، ومن ثم انفجار مسيرتين في منطقة إصبع الجليل وتحديدا في بيت هلل، والتي استهدفها بالأمس أيضا حزب الله بإطلاق صواريخ الكاتيوشا نحوها، وحدث لازال مستمرا في منطقة الجليل الغربي تحديدا في منطقة يعراء، والحديث يدور عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد انفجار هذه المسيرة بهدف على الحدود، وتم إصابة هذا الهدف بشكل مباشر بحسب الإعلام الإسرائيلي. صحيح بأن هذه العمليات تأتي في أو تحدث في مواقع عادة ما يستهدفها حزب الله، ولكن على ما يبدو هناك تصميم من الحزب في هذه الفترة على إيقاع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهذا ربما ما حدث من خلال عمليتين منذ صباح هذا اليوم. نعم أحمد، ونتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لنقل مروحية إسرائيلية مصابين من الجنود الإسرائيليين. كنا نتابعنا أيضا صورا لمصابين وصلوا إلى مستشفى رامبام بحيفا. إذن عمليتان حتى الآن نفذهما حزب الله ضد مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي وإصبع الجليل، وعدد المصابين وصل إلى 8، بينهم 2 تتراوح إصابتهما ما بين متوسطة وخطيرة. أحمد، قبل أن أنتقل إلى مراد، ماذا عن الحشود العسكرية الإسرائيلية الآن على الحدود؟